امبارح واحنا بنقلب على السوشيال ميديا لقينا بوست واخد مساحه كبيره من الانتشار وكمان من الاهتمام من قبل الناس وتعليقات كتيره جدا عليه. مش بس كده، صور انتشرت مع كلمتين مكتوبين على الصور طلع ترند على تويتر. ايه الحكايه؟ الحكايه عند مجموعه من الرجاله في الشرقيه قرروا ان هم يريحوا زوجاتهم ويعملوا بنفسهم كحك العيد. شافوا ان طاقتهم طاقه زوجاتهم خلاص على وشك الانتهاء فقرروا ان هم يساعدوهم زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. هي شازلين، انا لما شفت الصور انا اتبسطت جدا، عجبتني جدا الفكره. بس في حاجه كمان بقى بسطتني اكتر، انه صاحب المبادره اللي فكر في تنفيذها كتب وقال قررنا نريحهم، كفايه عليهم غسيل السجاجيد وتنظيف البيت، حرام كل الجهد اللي بيتحملوه. العيد ليه شده والضغط الواقع على كل سيده بيكون كبير، عشان كده مفيش مانع في مساعدتهم في الطبخ او ان احنا نعمل لهم الكحك. طبعا ده كلام مظبوط. من ضمن الحاجات كمان اللي هم شايفين ان هم كان لازم دلوقتي ان هم يساعدوا زوجاتهم عشان هم تعبوا طول شهر رمضان طبعا في المطبخ، لفتة طيبة طبعا بكل تأكيد، وفيها رسالة بتحث على ان الحياة الزوجية مودة ورحمة وتعاون ومساعدة بين الزوجين. الحياة الزوجية أبسط من التعقيدات اللي بنشوفها في بعض الأحيان. مفيش فينا بقى مين فينا الأقوى، مين هيفرض كلامه على التاني، هنشوف مين اللي هيعمل. هي دي المودة والرحمة. يعني كمان للأسف احنا الفترة اللي فاتت لما كنا بنتابع على السوشيال ميديا كنا ممكن نلاقي تعليقات سخيفة شوية، أو بنلاقي حتى بوست بتتكلم على إنه الست هي اللي بتعمل كل شغل البيت وإنه مش المفروض إن الراجل يساعد أو العكس. بنشوف كده شوية حاجات بتتكتب غريبة. فأنا كنت مبسوطة جدا بفكرة المبادرة دي والتعليقات بقى كمان اللي مكتوبة. تعليقات البنات على مبادرة الأزواج في الشرقية هما بيعملوا الكحك لزوجاتهم كانت لطيفة جدا. شوية بقى تعليقات بقى زي إيه مثلا؟ واحدة قالت شوفوا لنا عريس شرقاوي يا جماعة. حد تاني كاتب بيمدح طبعا في المبادرة وبيقول أهل الشرقية أهل كرم وطيبة وعلى الفطرة السوية وقلوبهم نقية. الحقيقة أنه يمكن فعلا أهل الشرقية معروفين أن هم أهل كرم، لكن خلينا أقول والله يعني أهل مصر كلهم أهل كرم، إحنا أهل كرم، يعني خلينا نتفق على الموضوع ده. بس هو طبعا معروف عن الشرقاوي يعني الكرم، كل رمضان بيعزموا القطر زي ما هو معروف، وبنشوف الصور كل رمضان بيعملوا كده. وانا عجبني كمان ان هو مش كحك بس، ده فيه فطير كمان. كحك وفطير. انا شايف مكرونه بشاميل تقريبا في الصور. ولا ده جوع ولا لا ده جوع؟ رز معمر حاجه كده. في الموضوع ده بالنسبه ليك ايه الموضوع؟ بتساعد في اي حاجه؟ كحك بقى مش كحك؟ لا هو مش كحك بصراحه، هيبقى صعب الكحك والله. بتساعد؟ لكن بساعد والله. في ايه؟ بساعد باستمرار في كل حاجه في البيت والله، يعني بمنتهى الامانه والله ممكن اساعد في تقليب حاجه مثلا، تقليب الشعريه عشان نعمل رز، اعمل سلطه، اعمل شيبسي، بجد والله بمنتهى الامانه بعمل كل الكلام ده، وبغسل مواعين كمان بالمناسبه. يعني بغسل مواعين كمان صعب. يعني انا امبارح فاطر لوحدي في البيت وعشان كان عامل مواعين كتير قوي فقمت غسلتها على فكره عشان هي لما ترجع. عشان انت كنت بتاكل لوحدك؟ ممكن برضه عشان نوضح الموضوع. طب لا ميرسي على مساعدتك جدا يا شاذلي، والحقيقه احنا يعني قلبنا مع المدام. على اي حال يعني بنصبح على حضراتكم مره تانية، بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الفل على حضراتكم.